نفنف سعيد من مواليد 1967. تفضل خويا. الله يجازيك بخير. الموضوع اللي عندي انا والشكاية اللي عندي هو سيدنا الله ينصره الله يجازيه بخير عطانا السوق للتنمية البشرية. اش من السوق هذا؟ هذا السوق العزوزية. دخلنا من الشتا دخلنا للظل، وملي جينا للسوق ناضت واحد الجمعية قالت لك تخلص مليون ولا مليون ونص لا بغيتي تدخل السوق، وحنا ما عندنا حتى ريال، ماشي حتى تامر رمزي باش نخلصوا هنا. ولكن قول لي علاش ما بغيتش تخلص انت؟ ما عنديش اخويا واش مليون ونص غنخلص علاش؟ راك هادو اللي مخلصين راه شاريين، هادو اللي مخلصين اغلبيه السوق راه شاريين، حنا راه مسادين هاد سيدنا بغا يقلعوا علينا، قال لك سير للبنك. من غنمشي لهاد البنك شكون بغا يضمن لي البنك انا؟ خلص سير تفضل. ولا لا لا خويا لا 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 حنا سيدنا عطاونا هاد الناس بغا يعرونا. كيفاش غتمشي للبنك؟ شرح لنا. قال لك سير للبنك هز القرض من البنك وخلصنا لا بغيتي تدخل للمحل دابا. وانا راه البنك واعر عليا راه ما نقدرش ندخل ليه. وهذا المبلغ هذا شكون يحددو؟ هما ما عرفت كيقولوا مليون مليون ونص كيقول ما عرفت ما فهمناش حنا. قال بغيت تدخل دابا المحل في الستاف اللي عطينا سيدنا تخلص مليون ولا مليون ونص. وكاينين الناس اللي مخلص مليون ونص جوج هنا. وحنا ما عندنا حتى ريال ماشي دابا هذا بغينا نعرف هذه الجمعيه شكون اللي وراها. شكون اللي ورا هذه الجمعيه خويا اللي تقول لنا مليون ومليون ونص علاش؟ شنو السبب؟ ما والله الا دابا سيدنا عطينا ولا هما غيقلعوا علينا. غيرونا واش هاد المشروع في اطار المبادره؟ في اطار المبادره الوطنيه ديال سيدنا. سيدنا اللي عطانا هاد السوق ما عطاش لنا شي واحد. السوق فيه المبادره. راه سيدنا اللي عطانا هاد السوق هما ولاو يعرونا ولاو يجوا مالين الفلوس ويخلصوا بغا يجروا لنا. حنا اللي مستافدين. حنا اللي مستافدين ولا بغا يجروا علينا؟ وإلا كان شي ثمن رمزي راه ماشي مشكل باش تولي مليون ونكون عارفين عندنا حنا مليون كاع ما يدخلونا من الشارع هنا. خلينا الناس اللي شرات هنا ما كندوش على الناس اللي شرات هنا كندوه حنا اللي مستافدين. حاليا حنا اللي مستافدين راه ما عندنا باش نخلصوا. وراه بغا يجري لنا من السوق، راه شادين ولينا باش ندخلوا الراسماليين موالين الفلوس. ولكن قلت لي بانه الناس شاريين، كيفاش شاريين؟ كاينين شاريين جوج بلايص ثلاثة مخلصة، حنا دابا واحد الطبقة قليلة ما مخلصاش، ديك الطبقة المكملة راه بغا يديروا لنا الصابونة. هادشي اللي كاين. أولا دابا السوق ديال الراسمالية أنا، ديال موالين الفلوس. يعني ما بقاش ديال المبادرة. لا ما بقاش ديال المبادرة. يعني شي واحد يقول لي ديال المبادرة جيبوا لي أنا، واش المبادرة فيها مليون مليون ونص؟ وريني هاد الجمعية شكون هاد الجهة اللي حامية هادوك. ورا لا اله الا الله لا اله الا الله هذه رساله راه المعلم اللي عطانا وراه ما عطانا شي واحد والله تنحط حوايجنا على قبل هادشي راه الملك اللي عطانا والله تنتحدى اي واحد راه سيدنا اللي عطانا هادشي والله تنتحدى اي واحد كما كان نوعو راه سيدنا اللي عطانا هني وما تسدوش علينا السوق وهاد الجمعيه شكون عطاها الموافقه باش تكمل هذا الا هاد الجمعيه عطا غير ورقه وحده ديالي انا ديال التنازل تحكمنا بالاعدام ما عمر تجمعنا كنت فيه انا اللي عطى الله هو هذا انا راه بغى يحمونا من هنا قال لك سير البركه وجيب لنا وغنديروا معك مزيان انا ما مشينا البركه لا والو سيدنا عطينا السوق كان شي تمر رمزي عمركم من البلديه ما كاين حتى مشكل عمركم هذا الشيء راسلتوا سيد العمده واخويا مشاو الناس راه مشاو الناس اصدقاء هما اللي مستافدين وداك الشيء ماشي انا اصدقاء اللي مستافدين دابا يعاودوا لك انا كدوي على راسي حاليا كدوي على راسي هاد الناس قال لك تخلص مليون لا بغيتي البني ولا بني 60 جوره ولا 40 جوره مليون ومليون ونص اللي مخلص الناس وعاد اكثريه ديال الناس مخلصين حنا ما عندناش ولكن حنا كنعرفوا بانه المشاريع الملكيه ديال المبادره ما كتكونش تفويت ما كتباع ما كتشرى وا خويا راه النص السوق ثلثين السوق نبيعو مشرينا راه نبيعو الشرا خويا باش من القانون راه تيخرج القرار وتشوف راه القرار الاصليين القرار خصو يخرج الاصليين الناس الاصليين فهمتي لا القرار خصو يخرج الناس الاصليين راه كاين اللي شاري ثلاثه اربعه كاين اللي شاري خوه باه اختو فهمتي لا والمسكين راه بغا يضغط علينا حنا ما نسكتوش ليهم هادي راه عطينا سيدنا يعني والله لا سكتنا لهم يعني المستفيدين ما بغيتش نورا الاصليين ما بقاش انت الاول هو تسد لك الباب انت الاول شحال ديال المستفيدين؟ احنا دابا المستفيدين تقريبا شي كان شي 600 تباعت مع شي 300 دابا بقينا احنا شي 100 اللي ما مخلصينش مكملين يقول لك مليون لو بغيتي تدخل احنا المليون تعطي مليون شحال البركه واش حنا عطينا سيدنا وانت بغيت تهرينا سيدنا مدخلنا لداخل وانت بغيت تهرينا تقول لك لا ما خلصتيش غتمشي لك البلاصه عطي علي امك تمشي عطي علي المعلم هذا سيدنا عطانا وهاد المبادره الا قالت لنا خلصوا شي حاجه حنا خلصوا بشي ثمن رمزي باش واحد يجي يقول لنا مليون وجوج يعطينا حنا مليون ويهدمنا كاع يحيدنا كاع من المغرب يهدمنا هو قال لنا مليون يعطينا حنا مليون يهدمنا ولا قالت لنا مبادره خلص شي ثمن رمزي حنا نخلصوه لا قالت لنا المبادره خلص شي ثمن رمزي حنا نخلصوه وراه سيدنا اللي عطينا وما يفرض لنا شي واحد يقول لنا ما يخلصش يخرج بشي حالاته راه سيدنا اللي عطينا وكنعاود نقولها وكنعاود نكررها راه سيدنا اللي عطينا هاد البلايص يعني انتم المطالبه ديالكم انه المبادره الوطنيه اي حاجه صدرت منها قابلين بها قابلين بها قابلين بها اي حاجه خرجت من المبادره قابلين بها احنا
قابلين من حاجه كتخرج من المبادره قبل ما احنا. وعاش الملك، هادشي اللي غنقول والكلمه الاخيره يا استاذ، احنا سيدنا الله ينصرو عطانا، وحنا راه ما غنتقراوش على بلايصنا، وما كنعرفو حتى واحد سوى سيدنا الله سبحانه وتعالى والملكيه، فهمتي؟ واللي كان ضد الملكيه احنا ضده، هادشي اللي عطى الله سيدنا، دخلنا من الشارع بغى يدخلنا الاحوال هادو بغى يجرو علينا، وحنا راه ما مقروعينش. وعاش الملك، والله لا تقرعنا بالله، راه سيدنا عطانا والله لا تقرعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم محمد التقي، مستفيد اصلي في سوق العزوزيه من المبادره الوطنيه اللي عطانا سيدنا جزاه الله بالف خير. حنا واحد الناس اللي هما باقي ما مخلصينش من طرف، حنا واحد الناس باقي ما مخلصينش من طرف الناس اللي طلبت منهم الجمعيه، جمعيه الامل، باش يخلصوا وما عندهمش باش يخلصوا. ولكن القانون اللي قال سيدنا في الخطاب الملكي وفيما يخص التمويل، فقد قررنا ان ترصد للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه الاعتمادات الكافيه من الميزانيه العامه للدوله، ماشي من الميزانيه الخاصه ديال كل فرد، وذلك بشكل قار ودائم في هذا السياق. هذا راه خطاب ملكي ديال 18 ماي 2005، وذلك بشكل قار ودائم، وفي هذا السياق يجب وضع حد للحلول الترقيعيه والتدابير الجزئيه غير المجديه المتنافيه مع ضروره دوامها، كما ينبغي ان يقوم التمويل على ايجاد اليه ملائمه ومتميزه تضمن استمراريه الموارد وتسهيل نجاعه مساطر التنفيذ. ونود التاكيد في هذا السياق على انه لم يتم اللجوء الى اي ضرائب او تحملات جبائيه جديده. المهم كيف قال سيدنا الله يجازيه بخير، ما كاينش شي ضرائب او تحملات جبائيه في هذا، وكي تنسمعوا بانه راه مخرج لنا واحد 60 درهم للمتر كاري اللي هي في المجموع 300. قبل ما ندوزوا لهذ النقطه هذه سي محمد، واش انت خلصتي ولا مازال؟ ما خلصتش، ما عنديش. واش ما عندكش ولا بغيتي تخلص بناء على والله الذي لا رب سواه؟ ما عنديش. وسيدنا كيف قال لك السيد، كيف قال السعيد في الاول، كون سيدنا عرف بانه عندنا ما غاديش يعطينا، لانه راه المبادره من خارجه للطبقه الكاديه المعويه. دابا هذه الجمعيه هذه اللي كتكلموا عليها، باش واش عندها شي صفه وصيغه قانونيه باش يعني تحدد لكم هذا الثمن ولا ما عندهاش؟ هادشي ما عنديش شي خبره عليه، اللي كنعرف انايا واللي سمعت بانهم هما كانوا مشاو دقوا صندوق المبادره الوطنيه، اللي ما عنديش شي علم اللي هو كثير ولا شي حاجه، انه راه قسم المبادره قال لهم بانه تسنى واحد 3 شهور او 6 شهور لانه خرج واحد الدعم المبادره، وهما قال لهم لا راه كاينين الناس بغوا يخلصوا، انا ما عطيتهمش الموافقه. يعني الجمعيه قالت للمبادره الناس بغوا يخلصوا. انا ما عطيتش الموافقه. هذه الكلمه ديال الناس بيخلصوا، علاش بناوها هما؟ ما عرفتش، انا ما عنديش. اجتمعوا معكم؟ ما داروا واحد الاجتماع في 2019 وما حضرش فيه النصاب حتى 50%. 2019؟ في 2019. شحال ديال المستفيدين هنا؟ كاين 610 بلاصه. وشحال حضروا في الجمع العام؟ الجمع العام ديال 2019 ما حضرت فيه حتى 60 واحد، ونتقلد بها لغدا يوم القيامه. كيفاش هذاك الشيء واش بيناتهم العلم ولله؟ المهم كيف قلت لك هما انا اش بين نقول المقاول باقي خدام؟ لا حاليا المشروع واقف. علاش؟ لانه ما دخلوش الفلوس كاملين، هادشي اللي كنسمعوا حنايا. بغى الفلوس لانه السلعه اللي قال لك تزادت عليه. خص الناس يزيدوا يكملوا ليه وما حناش. هاد المقاول شكون باش من الطريقه دخل المارشي الصفقات؟ الطريقه اللي دخل بها اللي كنا سمعنا احنا، لانه قانون الصفقات العامه بعدا كيقول الرئيس ديال الجمعيه خصو يجيب المقاول الاول والثاني والثالث. تماما. ياك، ونشوفوا شكون اللي بيجيب لنا احسن عمل باحسن ثمن، ونقدروا نتشاوروا مع احنا الاولين. لانه حنا اللي بغينا نخلصوا كمستفيدين. الله يجازيك بخير. هاد الكلمه انا طرحتها على رئيس الجمعيه، طرحتها على رئيس الجمعيه في الجمع الاول ديال 2019، وقال لي واحد الكلمه بانه لا ربطتني انا ما مزيانش وكذا، لا انا بغيت قلت له لا راه هذا راه راي ديالي، راه كيتحترم ماشي هيب. قال لك لا انا شفار، قلت له انا ما قصدتكش وما اتهمتكش بالتصفح. كنسمعوا بانه بعض الناس اللي في الجمعيه كيتصلوا بكم بالمستفيدين، تيقول لكم الا ما خلصتيش غتمشي لك البلاصه. اييه كاينه هادي. كيفاش غتمشي لك البلاصه؟ شرح لنا عافاك. السلطه هي اللي قال لك بحال هكا، انا جا عندي سيد ونقدر نجيب لك ناس اخرين كيقولوا هادشي، ماشي انا الاول. عندي اكثر من 20 واحد تيقول هادشي. يعني الا ما خلصتيش مشيك البلاصه؟ كيقول لك السلطه واش ما بغيتيش تخلص غادي نعطيو سميتك للبلديه، هكا كيقولوه، او الولايه ديالك بغا يمشي، لانه راه غير قابله للتفويض باي صفه من الصفات.
السيد صاحب الجلالة نصره الله، الله يطول لنا في عمره، هو كي كنقولوا الله ينصره الله يخليه لنا. أسلم عليك. وانت غطيتينا وما يعرونا. أسلم عليك. غطيتينا وما يعرونا. أسلم عليك. كيف كنقولوا نصره الله، كيف قال هذا السيد الله يجازيه بخير سيدنا كسانا وما بيعريونا، ونطالب الديوان الملكي ان يتدخل في هذا الامر وما نضيعوش في حقنا، نرى واحد الطبقه كادحه جدا جدا ومعوزه كون عندنا، والله الذي لا رب سواه ما نتدخلوا في هذا الشيء ولا نتسوقوا له، ولا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.